بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتورة أميرة العباسي، هنشتغل سوا إن شاء الله مادة البطنة والجراحة. actually هي المادة عبارة عن جزئين بس، بتيجي في الكتاب، في كتاب واحد وورقة امتحان واحدة في آخر السنة أو آخر الترم. المادة بتكون جزء باطني وجزء جراحي، هنبدأ فيهم إن شاء الله بداية من الجزء الجراحي. هنشتغل cardiovascular system، ده أول حاجة هنبدأ فيها. هنبدأ نراجع سوا سريعا الـ anatomy and physiology of the heart، ونفتكر سوا إن القلب دوت عبارة عن المضخة اللي بتوزع الجسم على الدم كله، بيتكون من 4 chambers: right atrium, left atrium, و right ventricle and left ventricle، 2 بطين و2 أذين. القلب بيجمع الدم كله من deoxygenated blood من الجسم كله عن طريق السوبيريور فينا كافا والانفيريور فينا كافا، يجمعهولي في الرايت اتريوم وبعدين يعديلي في الترايكاسبيد فالف. والفالف هنا اللي هو الصمام، الصمام يعني بوابة بتعدي الدم من الاتجاه واحد ما ينفعش يرجع تاني. يعدي يجمعها لي في الرايت فنتركل او البطين الايمن، يوديها لي عن طريق البلمونري ارتري للتو لانجز، بيتقسم اتنين قدامي اهوت للتو لانجز رايت اند ليفت، يحصل اكسجينيشن وبعدين يرجع عندي على البلمونري فينز اكسجينيتد بلاد. البلمونري ارتري ده الارتري الوحيد اللي في الجسم اللي فيه دي اكسجينيتد بلاد، والبلمونري فينز دي الفور فينز الوحيده اللي في الجسم اللي فيها اكسجينيتد بلاد. يتجمع عندي في الليفت فنتركل، يعدي الميترال فالف او الصمام الميترالي، يتجمع في يضخ للليفت فنتركل وبعدين يعدي الاورتيك فالف، يطلع على الاورتا، يتقسم بقى للابر بارت اند لور بارت اوف ذا بودي، ويغذي للتيشوز كلها. القلب نفسه بيتغذى بالكرونري ارتريز، لو نفتكر سوا في الفسيولوجي والاناتومي بيتغذى بالكرونري ارتريز اللي هي الشرايين التاجية، وسميت بذلك عشان تغذي الجسم كله، تغذي اسفه بتتوج القلب. اول حاجه هنتكلم عنها الهايبرتنشن، والهايبرتنشن معناها ان احنا عندنا هاي بلاد بريشر او انكريز ان بوث سيستوليك اند دايستوليك بلاد بريشر اعلى من 140 90، يعني الضغط الانبساطي والانقباضي اعلى من 140 90. فاصلا يعني ايه بلاد بريشر؟ يعني ايه ضغط دم؟ ضغط الدم ده المقاومه او الريزيستنس ما بين البلاد فلو او كميه الدم، البلاد فوليوم اللي خارجه، قوتها اللي خارجه من القلب، ضد جدران الأوعية الدموية. والأوعية الدموية طبعا اللي هتستقبل من القلب هنا زي ما قلنا من شوية هتكون الشرايين، ودي بتمثل لي ضغط الدم. طيب هل في تايبس للهايبرتنشن؟ عندي تو تايبس، في essential او primary او احنا بنسميه idiopathic hypertension، وده بيبقى no definitive cause، ما بيبقاش سبب معين، ما بقدرش امسك في حاجة معينة اقول هي دي اللي عملت لي او رفعت لي ضغط الدم. بيبقى فيه multiple risk factors، عوامل كتير كده بتعتبر risk factors، بيمثل تقريبا من 90 ل 95% من الناس اللي عندها ضغط الدم جه فجأة كده مش عارفين ايه السبب بتاعه. ال secondary hypertension بقى ده developed through manifestation from other medical problem. اللي بيحصل هنا ان انا بيبقى عندي medical problem زي renal failure مثلا، زي vascular disease، يعني حاجة معينة endocrine problem زي العينين اللي بياخدوا chemotherapy، حاجة معينة disease معين بعدها على طول كانت هي السبب في ال hypertension، ودي بتمثل من 5 ل 10% تقريبا من ال population أو الناس اللي عندهم hypertension بيبقى نتيجة أمراض تانية. ال hypertension دي symptoms معينة، بيبدأ dizziness، headache، heart palpitation. وال heart palpitation يعني hearing own heart beats، يعني لما حضرتك تبقى طالع على السلم جري وتعبان ومرهق، وبعدين مره واحده تنام على الكنبه كده او على السرير تسمع ضربات قلبك، هو ده البالبيتيشن. shortness of breath، anger، ممكن يبقى فيه epistaxis ان ينزف من مناخيره، اللي هو الكابيلر الصغننه يعني تفرقع او تنفجر نتيجه للضغط والمقاومه اللي احنا قلنا عليها من شويه. red face، visual problems، فتيج، ممكن يبقى فيه insomnia نتيجه للوجع، او سورنين ركبه او الجوينتس نفسها تبدا توجعه، ريز تمبريتشر، حرارته تعلى. طيب البيشنت ده نفسه المفروض يتعمل له ايه؟ المفروض المريض دوت طبعا هنشتغل معاه على كذا محور. اول حاجه الاسسمنت، ان هو ازاي يقدر يقيس ضغطه.
تمام. يا اما هعلمه ازاي اقرب مكان يروح لي يقيس الضغط بتاعه، او ان هو يقيس في البيت، فهعلمه ازاي يستخدم الديجيتال، الجهاز الديجيتال بتاع جهاز الضغط. بعد كده هكلمه طبعا عن الميديكيشنز بتاعته، وحسب الدوز بتاعها، انواعها، الكونترا انديكيشن، ما يعملش ايه مع الدواء الفلاني، ياخد باله من ايه، يعني انت الدواء دوت هيقلل كميه الـ او الفلويد فوليوم في جسمك، فلازم تاخد بالك من ايه. الاكل مع الدواء، المفروض ايه انواع الاكل اللي تتمنع، السولت، الوجبات بتاعته يبقى شكلها ايه ومحتواها ايه. المفروض طبعا الفولو اب هيجي لي كل قد ايه، وهيتابع معايا قد ايه، الاكسرسايز واللايف تايم اخباره ايه، هيتعامل معاه ازاي، هو بيشتغل شغل معين، الشغل ده ستريسفول جدا ليه، هل ده هيناسب ان دلوقتي هو بقى مريض ضغط ولا هيختلف. كل ده لازم اتابعه مع العيان، وازاي يوصل لي وامتى يوصل لي لو في مشكلة، وايه هي الورنينج ساينس او العلامات المنذرة اللي يحس بيها فيلجأ للسيكينج ميديكال هيلب، او ان هو يطلب عناية طبية او تمريضية. وعلمه طبعا لما اعراضه علامات الضغط المرتفع، والعكس كمان اعراضه علامات الضغط المنخفض، ويتصرف ازاي وقتها. بعد كده هنتكلم عن الانجينا بكتريز. الانجينا بكتريز ده عباره عن تيرم يوز تو ديسكرايب شست بين او ديسكمفورت. احنا مصطلح بنستخدمه بنعبر بيه عن او بيمثل عندنا الم معين بيبقى ريتروسترنال، يعني خلف عظمه القص. ممكن يجي لمده معينه، وده اكوردنج لنوع الانجينا نفسها اللي احنا بنقول عليها الذبحه الصدريه بالعربي. الالم ده بيسمع طبعا عندي في الرقبه، في الفك السفلي، في الدراع اليمين او الشمال، ممكن يسمع في طرف الايد كمان، ممكن يسمع في الباك، اكوردنج لكل حد، كل شخص بيجيله ازاي الالم دوت وهو قادر يعبر عنه ولا لا. The patient may describe the sensation of pressure. ممكن يقول لك انا حاسس بتقل على قلبي، حاسس بحاجه جبل كابس على قلبي، او فولنس، انا حاسس كاني كلت اكله تقيله وكبسه على روحي. سكويزنج، يحس بعصر، يقول لك انا حاسس روحي بتطلع، حاسس مشكله، حاسس صدري بيتعصر، تمام. فشكل الالم بيختلف من عيان لعيان، ومكانه بيكون واحد طبعا حسب تعبير العيان. هل في precipitating factors؟ طبعا الدايبيتس ميليتس، الفيزيكال inactivity، سموكينج، وده من اخطر الاسباب، الستريس اللي هو بقى يجي يقول لك انا خسر فلوسه كلها في البورصه مثلا، يقوم ماسك قلبه، حاسس بمشكله ببين اللي احنا وصفناه من شويه. والبين ده بيبقى نتيجه inadequate amount of blood او inadequate blood supply للهارت ماسلز، القلب مش واصله تغذيه كويس عن طريق الكورونري ارتريز لاسباب كتير، فبالتالي عضله القلب بتستغيث بالالم ده. لو ما لحقناش هيدخل في حاجه تانية هنتكلم عليها كمان شويه، اللي هي الام اي او المايكارديال انفاركشن. والهايبرتنشن والاوبازيتي والالكحول من اكبر او من اهم البريسبتيتنج او الريسك فاكتورز اللي بتدخل العيان في انجاي. طيب المانجمنت، عيان جالي في الاستقبال عنده انجينا، اعمل له ايه؟ هو اصلا انجينا نتيجه عباره عن ايه؟ الم، صح؟ يبقى لازم ادي مورفين، حاجه بين كيلر. الالم ده نتيجه ايه؟ نتيجه يا اما كومبليت او بارشال اوبستراكشن في الكرونري ارتريس، فلازم ادي حاجه تعمل لي كرونري ارتري فازو دايليتيشن، يعني ادي نيتروجليسرين. النيتروجليسرين ليه اشكال كتير، ممكن ياخد الداينترا تحت لسانه، فلازم اعرفه انه مش هيبلع ريقه لغايه ما تدوب الحبايه كامله، ما ينفعش يبلعها، ما ينفعش يقرقشها. ممكن يبقى سبراي، ممكن يبقى باتش اللي هي اللزقات دي اللي بتتلزق على جسمه، وطبعا ده هيبقى في العنايه المركزه وتحت ميديكال اوبزرفيشن او نيرسينج اوبزرفيشن عندي في العنايه المركزه. البيتا ادرينرجيك بلوكرز، العيان هياخد بيتا 2 بيتا 1 اسفه البلوكرز، علشان انا البين ده نتيجه استغاثه عضلات القلب من نقص الاكسجين، فحضرتك محتاج تعمل ايه؟ محتاج تقلل الهارت ريت علشان يستهلك او يحتاج اكسجين اقل، تمام. فحدي بيتا بلوكرز، كالسيوم شانل بلوكرز، كومباينيشن اوف اسبرين. هو ممكن اصلا يبقى فيه زياده في الكواجوليشن
بتاع العيان دوت، فانا محتاجه حاجه تقلل البليتلت اجريجيشن، او ان البليتلت تلزق في بعضها فتكون جلطه، فدي مشكله كبيره جدا، فانا محتاج ادي اسبرين مثلا. وطبعا لازم ادي العيان ده اكسجين كاكسجين سبلاي يعوض نقص الاكسجين في الهارت ماسلز. لو ما عالجتش بقى الانجاين ده وسبت العيان يعاني من الالم بتاعه نتيجه لنقص الاكسجين اللي واصل، زي ما احنا شايفين كده هيدخل في مرحله اخطر اللي هي اسكيميا او الكارديو ماس او الكاردياك ماسلز اسكيميا اللي احنا بنقول عليها مايوكارديال انفاركشن، ودي برولونجد اسكيميا كوزد باي an imbalance between oxygen supply and oxygen demand. هو القلب محتاج اكسجين اكتر وانا ما بلحقوش، او بيفضل كده في مرحله طويله ف بيدخل مني في myocardial infarction. الساين والسيمتومز، هنا بقى الاعراض بتاعت الانجينا كلها هتزيد عندي. بقى الشيست بين، يقول لك انا حاسس بتقل على القلب مش قادر، روحي بتتسحب مني. انكزايتي اند ابريهنشن، العيان مرعوب مش قادر ياخد نفسه، حاسس بضربات قلبه زياده. نوزيا اند فوميتنج، ودي من اهم الاعراض اللي يعني بتلخبطنا شويه واحنا في الطوارئ. العيان جاي لي بوجع يقول لي انا اكلت اكله تقيله وبرجع، رجعت مرتين، او حاسس ان انا عاوز ارجع. هنا بقى لازم اعمل اي سي جي، لازم اعمل رسم قلب عشان وقتها اقدر الحق لو ضربات القلب، لو عضلات القلب فيها مشكله، ولا هعالج براحتي لو الجهاز الهضمي هو اللي فيه مشكله. ممكن يبقى في ساينس اوف شوك، البلاد بريشر، طبعا الهارت هنا مش قادر يشتغل فمش قادر يطلع لي بلاد اوتبوت، فبالتالي هيحصل كارديوجينيك شوك، يحصل سويتنج، لو جريت فيفر نتيجه للمشكله اللي حصلت في الهارت دي. ساينس اوف ليفت اند سايد، ليفت اند ليفت سايد هارت فيلير، ودي مشكله كبيره ممكن تدخلني في ساينس اوف شوك. يدخل العيان بعد كده مني في هارت فيلير، ودي عباره عن كلينيكال سندروم كوزد باي انابيليتي اوف ذا هارت تو بامب ان سفيشنت بلاد to meet metabolic demand of the body. القلب مش قادر يدق عشان يخرج كمية الدم اللازمة انه يغذي عندي الـ الـ الجسم كله. طبعا انا عندي هنا زي ما احنا شايفين قدامنا كومباريزون ما بين الرايت والليفت سايد هارت فيلير. ممكن يبقى فيه الرايت سايد بس هو اللي فيه مشكلة، او الليفت سايد كمان هو اللي فيه مشكلة. وزي ما انتم شايفين هنا قدامنا مقارنه ما بين الليفت سايد هارت فيلير والرايت سايد هارت فيلير. طبعا الجنب اليمين الليفت، الجنب اليمين رايت سايد هارت فيلير، هنا المشكله كلها بتبقى في ايه؟ لو افتكرنا سوا الوظيفه بتاعتنا من شويه اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الرايت سايد هارت فيلير، هنلاقي ان هو كان بيجمع الدم كله، الدم الدي اوكسجينيتد بلاد من الجسم كله. فلو رجعناها، يعني انا دلوقتي المشكله عندي في ايه؟ في الجنب اليمين مش قادر يقوم بوظيفته، تمام؟ فهبص الاقي ان هو بيرجعها لي، بيرجع لي الدم على باقي الجسم، صح؟ فابص الاقي لو رجعه لي على الجهاز الهضمي مثلا، هبص الاقي ان في اسايتس، هلاقي الليفر بقى محسوس، هلاقي البورتال فين، البورتال بريشر طبعا عالي. هبص الاقي لو رجع البلاد اللي كان جاي من الـ البريفري، هبص الاقي فيه اديما، صح؟ ريستلسنس، هيبقى فيه هيباتوميجالي اند بين، يبقى فيه كولد اكستراميتيز، ويبقى فيه طبعا بيتنج اديما وديستندد نيك فينز لو رايت سايد هارت فيلير حصل. طب الليفت سايد هارت فيلير بقى، هنا كل المشكله هتبان على الريسبيراتوري سيمتومز. ليه بقى؟ لان الليفت سايد كان بياخد من اللنج اصلا، صح؟ فبالتالي او كان بيستقبل الدم اللي هو الاكسجينيتد من اللنج، فبالتالي هيرجعه تاني على اللنج لانه مش قادر يخرج اللي ايه؟ اللي فيه نتيجه للفيلير اللي حصل فيه، تمام؟ فبالتالي هيبان بقى ان في ديزنيا او ديزنيا ونكسيرشن، يعني باقل مجهود العيان بيتعب، شورتنس اوف بريث، اورثوبنيا، العيان مش قادر ينام فلات او في السباين بوزيشن، العيان يدخل في باروكسيزمال نكتوري، باروكسيزمال كاف، يدخل باركسيزمال يعني نوبات، يدخل في كاف، ممكن يدخل في بالمونري إديما، الكاف دي يبقى فيها فروسي سكريشنز، طبعا يبقى في هارت، يبقى في مافلد ساوند، ويبقى في مرمر، يبقى في ديسريزميا طبعا، تمام؟
يبقى في مشكله في الكونشس ليفل، لان اللنج هنا هيحصل فيها مشكله. هي كمان بيحصل حاجه اسمها كوربا المونال. كوربا المونال يعني القلب يبوظ اللنج او اللنج تبوظ القلب، فبالتالي الاكسجينيشن هنا مش هيحصل صح، فيقل عندي الاكسجين وبالتالي يحصل disturbed conscious level. بعد كده هندخل في مشكلة الفاريكوس فينز. والفاريكوس فينز زي ما احنا عارفين اللي هي الدوالي، بيحصل زي ما احنا شايفين كده elongation، وشكل الفينز ما بتبقاش طبيعية زي ما احنا شايفين، يحصل لها بتستطيل وتاخد حجم اكبر من حجمها. بيحصل حواليها في الجزء اللي فيه فاريكوس فينز بيحصل darkened and hard سكان. ممكن يحصل سويلنج لان هو مش قادر يرجع البلاد للطريق بتاعه، فبالتالي هيرجع هنا يحصل لي سويلنج. ممكن يحصل فيه كرامب اند سبازم، ممكن يبقى فيه بين اند هيفنس، ريستلسنس، هو في مشكله في رجله مش مرتاح تمام. ممكن يعمل هرش كمان، يفضل يهرش في الجزء ده. علاج الفاريكوس فينز طبعا ان احنا الفيميل طبعا افويد هاي هيلز بعد مشوار طويل، بعد وقفه طويله، وخاصه احنا في الميديكال تيم او التمريض بالذات بيقف فترات طويله. نغسل رجلينا بميه دافيه ونرفع رجلينا لفتره بعد ما نرجع واحنا نايمين على السرير طبعا واحنا مرتاحين. افويد كروس او ليج كروسنج، ان انا اتجنب ان انا احط رجل على رجل. اتجنب بقى الكونستبيشن، ده بيحصل طبعا في الفيميلز الحمل المتكرر والكلام ده. بعد كده ممكن الشخص اللي عندي يدخل في حاجه اسمها ثرومبو فليبايس، والثرومبو جايه من ثرومبس اللي هي البلاد كلوت تمام. دي الثرومبس البلاد كلوت، وفليبايس اللي هو الانفلاميشن اوف ذا فين. يبقى عندي التهاب في الجدران الوريد مع وجود ترومبس. دي ممكن تحصل بمنتهى البساطة مع تركيب كانيولا زي ده شغلنا صح. فتركيب الكانيولا هبص الاقي هنا بدأت الجزء ده يحمر ويسخن، والكانيولا عندي مسدودة، الوريد بتاعي مش بيمشي، المحلول مش بيمشي. فطبعا علاجها هنا ان انا بغير مكانها على طول، وقبل كل مرة بحقن فيها لازم اسحب الاول علشان ما زقش الثرومبس دي، فبالتالي لو زقتها معرفش هتدخل هنا، الوريد واسع شوية هتروح للدورة الدموية، والقلب هيوزعها على انهي شريان بعد كده، الشريان تاجي ولا تطلع على البرين ولا تطلع على اللنج تعمل بالموناري امبليزم، ولا فين المشكلة اللي هتحصل، هتبقى خطيرة وفيتال او مميتة. اخر حاجة هنتكلم عنها عن البرجرز ديزيز، وده diminished blood supply cause damage and death of the tissue. المشكلة هنا في البريفري ان يحصل obstruction للblood vessels، وبما ان في obstruction فيحصل حاجة اسمها ischemia او poor blood supply، ويحصل حاجة اسمها auto amputation اللي هو ممكن لدرجة ان الاطراف تتساقط. في البداية احنا بنحب البريفنشن قبل ما نلجأ للعلاج طبعا، او قبل ما تحصل مشكلة ويبقى العلاج صعب. ففي ناس بيجي لها مع الشتاء ابص الاقي ايدي متلجة، ايدي زرقاء، وخاصة لما تلمس حاجة ساقعة، مثلا ست البيت لما تطلع حاجة ساقعة من الفريزر في البرد واحنا رايحين شغلنا، حد وهو رايح دراسته وهكذا. لازم طبعا ندفي ايدينا باستمرار، او يلبس شراب او شرابين فوق بعض في الساقعه، يلبس جوانتي، يغسل ايده بميه دافيه مش سخنه طبعا، يغسل ايده بميه دافيه، يعمل دايما تدليك ليها ويلاحظ علامات الاسكيميا او البور بلاد سبلاي، الكابيلاري ريفيل تايم، والبلس في البريفري ده. وبكده نكون خلصنا محاضرتنا، اتمنى تكونوا فهمتوها، ونتقابل المحاضرة الجاية إن شاء الله.